إذا إحنا وصلنا للنقطة بتاعت إن كل اللي داخلين دول هيموتوا على الألوس، وهيموتوا أكتر عشان أنا بتدلع هتفسح واتدلع وهوبا يهرف نفسه. الله 2800. طيب ال 2800 بقى قبل ما انسى، علشان لما اللايف يعلى عندي برضو ده هيجيب ألوس. خليكوا حلوين بقى، اقفوا جنب اختكوا بقى. ما الناس تجيبني في اعلانات ازاي يا بعدة؟ يلا يا ولاد، كل اللي بيحبني، وانا عارفة ان انتوا كلكم بتحبوني، حتى اللي مكادين عشان الألوس، اعملوا لي فولو يا روحي. يلا يا ماما، يلا يا بابا، احلى فولو. ولو كتبتي تم هسقف لك واقول اسمك. يلا يلا يا بابا، كرع 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 كرع. يلا 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 يلا، اهم شيء ان انت تعرف تعالج ولادك وتعالج ابوك، ها، وتعالج امك وتعالج نفسك، لان انت فجأة ممكن انت داخل النهاردة بتسف عليا، بكرة الصبح تقع من طولك تروح يقولك يا استاذ معلش انت عندك سرطان، اصلك سفيت على الست اللي شقيانة، عشان انت بتغل عشان هي بتجيب فلوس. فبلاش، ابعدوا عن الامراض. طب انت عارف يا واد انا بعمل ايه؟ هقول بصور الاكاونت بتاعك والاكاونت بتاعها، وبروح السيدة نفيسة، بلبس العباية وبروح السيدة نفيسة، وباخد معايا مقشة، وبحط صور الاكاونتات بتاعتكو على الارض، وبمسك المقشة وبكنس عليكو الاولاد، واقعد ادعي واقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، اللي هيجي لهم سرطانات في الدم وفي القلب وفي الرئه، حسبي الله ونعم الوكيل، اله عيلتهم كلها مش عارفه ايه، حسبي الله ونعم، وافضل اكنس وارمي بقى صور الاكونتات على الارض. ما انا جايبه الكراسه وبكتب بقى الاسم، رغم ان على فكره ممكن تكون الاكونتات فيك، بس الدعوة للعدوين على رأي ستي. ما انا ستي زمان، ها، كنا بنقولها يا نينا. والله نينا بقى، كنا لما نقعد على الطبلية كده كانت تقولي لما تحبي تدعي على حد يا مهاميه قولي الدعوة للعدوين او الدعوة لصاحبها. فانا بقى بركز على صاحبها، كده كده ريحتك وريحتك في الاكاونت هي وحشه بس موجوده. بخلص بقى كنس عليكم في السيده نفيسه، كافو يا بيرو كافو، والله تسلم ايديك اهي. بيرو دعمتني اهي، قطر واهل قطر دعمتني اهي، هاخد الالوس واتفسح واتدلع وانت تهرب نفسك. قلبي يا بيرو، قلبي كافو يا سلمى يا نقطة قلبي، والله والله كده الفلوس زادت يا ولاد، هضطر اخد الفلوس. سلامة يا سلامة يا حبيبتي، يا سلامة أخبارك، وحشتيني يا نهار أبيض، فين من أيام ما تقابلنا؟ أهو أهي سلامة دعمتني، فاكرة البرفان يا سلامة؟ وحشتيني والله قلبي. كده يا ولاد بفلوس بقى سلامة هتفسح
واتدلع واحط برفان